أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية تأييد مملكة البحرين للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها من فيروس كورونا كوفيد-19. أشار سعادة الوزير إلى استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المملكتين لبحث كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس وسبل الحد من انتشاره، كما شدد على أهمية عدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومثمنا الدور الوطني المسؤول الذي تلعبه المؤسسات الصحفية والإعلامية عبر مختلف منصاتها.